هل لك الحجي انه عم يفكر يتزوج؟ وجع الراس اللي عم يجيني من وراك وورا اولادك انا ما عاد اقدر اتحمله. قلت لك كانت فكره وبطلت. وبعدين يعني شو فيها؟ عيب ولا حرام؟ ها؟ سامع حالك؟ لك سامع حالك؟ يعني اذا الفكره راحت اليوم من راسك بجوز ترجع بكره. وبرجع بقول لك عيب ولا حرام؟ قد ايه عمرك حجي؟ 70. وبعدين؟ لا ماشي بعدين، خلص هذا هو السؤال. على فكرة أنا بالأول قلت لها 60. مين هاي؟ اللي كنت بدي أتزوجها. وصدقتها لأني ما بعطي 70. بصحتي ومقتدر وعين الله علي، ليش لضل لحالي؟ على أول من حيث المبدأ صح. بس بتتذكر أنت وقت اللي جوزك أبوك الله يرحمه مين جوزك؟ جوزك نامت بنت عالم وناس ومن عيلة أكابر ومقدرة ومعروفة. بس وقت اللي حضرتك تجوزت من شورك ومن راسك تتذكر مين لميتها ما؟ عيب عليك ولك عزام، المخلوقة صارت بين إيدين ربها، لك اشكروا محاسن موتاكم. المهم هلا يعني وقت اللي عم نذكر محاسن موتانا منعرف شو عم يطلع معك وقت اللي حضرتك بتختار. من الأخير وبدون أي نقاش، تاني مرة إذا بترجع بتنط الفكرة لراسك تجي لعندي وبتقلي، وأنا يا بقلك إيه يا بقلك لا ولا كلمة، يا وإلا بتصرف أنا، وإذا أنا تصرفت بتعرف شو بصير معه. سلام. ايه باشا، تتذكر وقت قلت لك جيب لي قائمة بأسماء الموظفين اللي عندها؟ ايه منير. ايوه. طب منير لمح لك شيء انه الحجي حاطط عينه على شيء وحدة من الموظفات؟ رقاصة. رقاصة. ايوه. طب بدي اسمها ورقم تليفونها وعنوانها، وبالنسبة للمصاري لا تاكلهم بيسألوك. يلا الله معك.